تعالوا نروح لزميلنا كريم احمد مراسل قناه الاهلي، نعرف منه اخر استعدادات النادي الاهلي قبل التوجه لاستاد السلام. اتفضل يا كريم. مساء الخير عليك كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل ايضا كمان جمهور للنادي الاهلي العظيم اللي ان شاء الله النهارده بنتفائل الحقيقه بوجوده وهتافه ومساندته الدائمه والمعتاده الحقيقه لفريق النادي الاهلي سواء في بطوله الدوري العام او البطوله الافريقيه. ضغط رهيب الحقيقه، وبنلتمس كل العذر لكل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، تلاحم كبير جدا يعني لعيبه النادي الاهلي ما بتلحقش تعمل ريكفري، ايضا كمان الجهاز الفني تحضيره من مباراه لمباراه صعبة جدا الحقيقة على لعيبة النادي الأهلي، لكن رهاننا المعتاد قدام الحقيقة كابتن أيمن طبعا على روح الفانيلا الحمراء وأيضا كمان الجدية والإصرار والعزيمة المعتادة طبعا والمعهودة على كل لاعيبة النادي الأهلي. هي الظروف كده وهو ده قدر النادي الأهلي، لكن إن شاء الله بإذن الله ثقتنا كبيرة جدا في كل اللاعبين إن إحنا نقدر نتخطى مباراتين صعبين جدا في وقت قليل جدا، وهي مباراة اليوم النهاردة مباراة الأهلي وبيراميدز على استاد الأهلي ويا السلام، وهي مباراة مؤجلة الحقيقة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام، مباراة يكون فيها صعوبة جدا، بيحذر أكيد بيتسو موسيماني من أكثر من نقطة على الالتحامات طبعا التدخلات كل الامور دي، لان احنا من مباراه بيراميدز مباشره الى جنوب افريقيا الى مواجهه طبعا الجوله الرابعه وهي فريق ماميلودي سان داونز، لكن كل خطوه بناخدها واحده واحده طبعا زي ما الجهاز الفني معودنا والنادي الاهلي بشكل عام، بنقفل الصفحه بنبص بدوافع متجدده ورغبه ايضا كمان جديده لفريق النادي الاهلي في البطوله الافريقيه، لكن النهارده عندنا مهمه صعبه امام خصم عنيد الحقيقه فريق بيراميدز المتصدر بطوله الدوري العام برصيد 26 نقطه، يمكن للنادي الاهلي 25 نقطه، لكن مباراه لها حسابات خاصه بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره، لكن ان شاء الله باذن الله لاعبتنا تكون مركزه بشكل كبير جدا. التحضيرات اللي احنا لمسناها الحقيقه من خلال التدريبات الاخيره لبيتسو موسيماني ومدى جديه لعيبه النادي الاهلي تكون مردودها كبير النهارده وتترجم ان شاء الله مع لاعبي النادي الاهلي، ويقدر النادي الاهلي في حاله الفوز ان شاء الله باذن الله يتصدر جدول بطوله الدوري العام ومنها الحفاظ عليه زي ما عودنا جمهور النادي الاهلي وايضا كمان لاعبي النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي بناكد عليه في اكثر من مره كابتن ايمن، لان مفعوله كبير جدا ومؤازرته بتدي يمكن افضليه بشكل كبير جدا للاعبي النادي الاهلي رغم قله العدد اللي بنشوفه، لكن الحقيقه كانت رساله مهمه جدا في دوري ابطال افريقيا، بنامل العدد يكون في زياده كمان في بطوله الدوري العام، لان كره القدم بدون جمهور بتكون صعبه بشكل كبير جدا وتحديدا كمان على فريق النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله موسيماني النهارده يكون موفق في اختيار التشكيل، لعبتنا حالتها كمان النهارده ان شاء الله بنراهن عليها في البدايه دخولنا يكون جاد، هي مباراه تكون مقفوله تكتيكيا زي ما بنقول، لان نادي بيراميدز حافظ النادي الاهلي والنادي الاهلي ايضا كمان حافظ نادي بيراميدز، يمتاز ايضا نادي بيراميدز بعدد من العناصر المميزه جدا، كابتن اياب جلال ايضا المدير الفني، موسيماني كمان من خارج الخطوط عليه دور كبير جدا جدا في التغييرات وفي قلب طريقه اللعب اللي اكيد بنشوفها وبنلمسها في كل مباراه، لكن ان شاء الله يا كابتن ايمن باذن الله المباراه تعدي على خير، ربنا يحافظ على لعيبه النادي الاهلي، التحذير المستمر من عدم التدخلات عدم الالتحامات، لان احنا محتاجين كل اللعيبه. طاهر محمد طاهر الحقيقه كان عنده كدمه قويه في المباراه الاخيره وتدريب الامس، يمكن شارك في جزء بسيط لكن متواجد بالتضحيات الكبيره اللي بناكد عليها، لان هذه المرحله محتاجه تضحيات من كل اللعيبه، عوده ياسر عوده ايمن امر مهم جدا ساعد بشكل كبير جدا لاعبي النادي الاهلي، لكن احنا ثقتنا كبيره في الكل، اي 11 يكون متواجدين في هذه المباراه وفي المباراه التي تليها مباشره هي مباراه سان داونز، ثقتنا كبيره جدا في كل اللاعبين، فيا رب ان شاء الله كل الامور تكون معانا، المناخ والطقس والظروف ان شاء الله تساعدنا بشكل كبير جدا في تخطي هذه المباراه الصعبه جدا، ايضا كمان بنتمنى كل التوفيق لطاقم التحكيم مكون من كابتن محمود البنا، احمد حسام، احمد توفيق طلب، وعبد العزيز سليم حكم رابع، وحكام الفار اللي عليهم دور كبير جدا كالعاده كابتن احمد الغندور والكابتن يوسف البساطي. يمكن زي ما احنا متعودين يا كابتن ايمن طبعا كل الامور الخاصه طبعا بتحرك فريق النادي الاهلي، التشكيل، الاجواء الخاصه في استاد الاهلي والسلامه تكون معاك لحظه بلحظه طبعا من خلال الاستوديو التحليلي ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله كمان باذن الله حال وجودنا في الملعب باذن الله نقول للتشكيل، ويا رب ان شاء الله تكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد.